أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ملاك الدواجن عليهم زكاة؟ وإذا كان عليهم زكاة فعلى ماذا؟ هل هي على قيمتها الموجودة أم على غير ذلك؟ الذين يربون الدواجن عليهم زكاة بلا شك، فإذا تم الحول زكوا النقود التي عندهم من الدواجن، والدواجن نفسها يثمنونها بما تساوي ويخرجون الزكاة عند رأس الحول، فإذا تم الحول أخرجوا الزكاة عن النقود الموجودة وعن قيمة الدواجن التي في ملكهم، يثمنونها ويزكونها مثل الأغنام ومثل الإبل ومثل سائر البضائع. نعم.